في حديث أبي سعيد في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وهذا إن دل يدل على أن الكفار لو دخلوا جحورا ملتوية لتبعتها هذه الأمة، مما يدل على انهماك هذه الأمة في متابعة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار. وليس هذا إقرارا منه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو تحذير منه صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة. ولن تتبع الأمة كلها اليهود والنصارى، لا، في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله.